أهلا بيكم في فيديو جديد من مجلة الحياة. الملحن الوسيم محمد سلطان هو فنان من طراز فريد، قدم للفن ألوان مختلفة ما بين أعمال سينمائية وألحان لأكبر وألمع مطرب العصر الذهبي زي فايزة أحمد وليلى مراد وصباح وكارم محمود وسعاد محمد وغيرهم. صنع تاريخ عظيم في مجال الأغنية المصرية وساهم في اكتشاف العديد من النجوم، سواء كانوا مطربين زي سميرة سعيد وهاني شاكر أو موسيقيين زي عمر خورشيد. هنشارك معاكم محطات وأسرار عن حياته الشخصية وقصة حبه الكبيرة ووفائه لزوجته الفنانة فايزة أحمد وعلاقته الفريدة بالموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب اللي كان مثله الأعلى وتبناه فنيا وظهوره الأخير بعمر 83 عام. ظهر الفنان محمد سلطان مؤخرا بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية أثناء حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 64، وتم تكريمه وسط عدد كبير من النجوم. جمعته قصة حب زي الروايات بالفنانة فايزة أحمد بدأت لما تقابله لأول مرة بالصدفة في منزل فريد الأطرش وسرقت قلبه من أول نظرة، وكانت وقتها في قمة شهرتها وهو عازف عود وممثل بسيط. وبعد مرور فترة من لقائهم عزمته في بيتها عشان تسمعوا أغنية هان الود اللي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكانت هتتذاع لأول مرة في التلفزيون. وبعدها ساعدته أنه يتم اعتماده في الإذاعة، وبدأ محمد سلطان طريق شهرته بمساعدتها. وفي يوم طلبت فايزة من سلطان الزواج وهي بتبكي أثناء وجودهم في سيارتها، وعبرت عن حزنها بسبب الإشاعات اللي انتشرت عن وجود علاقة عاطفية بينهم، ووافق على الفور وتجوزوا سنة 1963، وكان الزواج الثالث لفايزة أحمد وأنجبوا ولدين توأم وهم حاليا أطباء في فرنسا، وده كان حلم والدتهم. وبعد سنين من زواجهم انتشرت شائعات عن طلاقهم لكنه نفاها وقال إن ده كان مجرد خلاف بسيط. ولما أصيبت فايزة بالسرطان فضل جنبها حتى رحيلها بين إيده، وكان رحيلها صدمة كبيرة بالنسبة لي، وما فكرش لحظة واحدة إنه يتزوج بعدها، وما زال عايش في منزلهم بجاردن سيتي بالقاهرة وصورها في كل مكان في البيت. كان وما زال بيوصفها بكلمات مؤثرة ودايما دموعه بتغلبه أثناء حديثه عنها، وقال عنها: فايزة دي أمي وبنتي، عمرها ما زعلتني، محدش في الدنيا حبني زي فايزة، كانت بتحبني زي أبويا وأمي، لما كنت بتعصب عليها كنت ألاقيها جيالي تبوسني وتقولي حقك عليا، مش عاوزاك تزعل، أقول لها بتعتذري ليه أنت مغلطيش، تقولي مش عاوزاك تزعل أبدا، ولم يتمالك دموعه. وعن علاقته بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قال سلطان: كنت بحب الموسيقى جدا وتعلمت العزف على العود والبيانو وانا عمري 7 سنين، وكان عبد الوهاب عنده فيلا جنبنا بمنطقه جليم في اسكندريه، وفي يوم قابلته وقلت له انا بغني ولحن ونفسي تسمعني، فجاب العود وقال لي سمعني، وبعد ما عزفت حضني وقال لي عايزه اقابل والدك. ولما والدتي فتحت الباب أصابها ذهول لما شافت موسيقار الأجيال، وقال لوالدي: يا سلطان بيك اهتم بالولد ده وعلمه موسيقى، ده هيبقى عبد الوهاب التاني. وعن دخوله عالم التمثيل، كان محمد سلطان بتجمعه علاقة صداقة بالمخرج الكبير يوسف شاهين، فشارك لأول مرة في فيلم الناصر صلاح الدين، وبعده شارك في بطولة عدد من الأفلام من أشهرها عائلة زيزي ومن غير معاد، وساعده وسمته على النجاح بشكل سريع ودخل قلوب الجماهير، لكنه فضل التفرغ للتلحين وكون ثنائي غنائي مع زوجته الراحلة فايزة أحمد، وكانوا من أهم الثنائيات الفنية اللي شهادتها الساحة الغنائية، وكان ليها نصيب كبير من ألحانه، فلحن لها 250 أغنية من أغانيها وبلغ رصيده الفني حوالي 600 لحن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركونا برأيكم في التعليقات، واستنونا في فيديو جديد مع فنان جديد. مع السلامة.